السلام عليكم، معكم الشيف صلاح البتني. اليوم راح نحضر معكم وصفة جديدة اللي هي ياورت سائل بذوق الفراولة. ممكن ديروا أي ذوق آخر وناجح 100%. خلينا نمر طريقة التحضير وما هي المقادير اللي نحتاجها في هذه الوصفة. أول حاجة راح نديرها أو أول حاجة نحتاجها في هذا الياورت، نحتاج نص لتر نتاع حليب، نص لتر نتاع حليب. ندير نص لتر تاعي تاع حليب في الكوكوطة كما راكم تشوفوا، ونحطها على النار حتى تغلي، يعني نحطها على النار حتى يفيض الحليب. انا هنا الحليب استعملت تاع الساشيات، نتوما تقدروا ديروا بالساشيات، تقدروا ديروا تاع العلب. نحطها على النار حتى تغلي. الوقت اللي نص لتر تاعي تاع حليب راهي تغلي على النار، نجيب اللي هنا ايضا نص لتر نتاع الماء، نص لتر نتاع الماء نضيفها هنا بهذا الشكل. ايضا واش نحتاج، راح نضيف لهم 4 ملاعق نتاع سكر، يعني في نص لتر نتاع الماء نضيف لها 4 ملاعق سكر، ملعقة الرابعة. نحتاج الى علبة ياورت ناتشور، علبة ياورت ناتشور نضيفها، يعني ما فيش مكونات بزاف ويجي بزاف بنين ويجي مثل نتاع المحلات. في هذه العلبة، نفس العلبة، راح ندير كيلة نتاع لحظة. انا عندي لويا، انتم استعملوا الموجود. نستعمل هنا العلبة تاع لحظة ونخلط هذه المكونات مليح مع بعض حتى ينسجموا. لازم تخلطوهم مليح حتى يذوب، تحسوا انه السكر ذاب. لهنا نخلطها وننتظر حتى الحليب تاعي يفيض، يعني يغلي مليح. انا لهنا استعملت كمية قليلة، استعملت نص لتر حليب ونص لتر ماء. لهنا راح نتحصل على لتر ونص نتاع ياورت، واذا حبيتوا الكمية تكون مضاعفة ديروا لتر تاع حليب ولتر نتاع ماء، وايضا الدوبليو او تضاعفوا المقادير الاخرى، يعني ديروا 2 علب تاع ياورت، ديروا عفوا ديروا 2 علب ياورت وديروا 8 سكر و2 علب انت اللحظة الموجودة في البيت. هذه هي، وتخدموا بنفس الطريقة. انا راح نخلي لكم المقادير المضبوطة في صندوق الوصف. لهنا الحليب تاعي راهو فاض، نجيب هذاك الخليط وراح نضيفه هنايا بهذا الشكل، ونخلط شوية، يعني حتى نزيد نذوب السكر هذاك، يعني نحيو هذاك الشك انه السكر ما ذابش، نزيدو نذوبوه شوية. لازم تبعوا الخطوات كاملين باش تنجح لكم هذا الياورت. نجيب لهنا وهي سخونة، يعني مازالت سخونة، نغلق عليها الكوكوطة تاعي بهذا الشكل، وندير الصفارة. لازم نديرو الصفارة. وأيضا حاجة أخرى، نجيب كتانة كيما هذه ونغطيها هكا باش ما يدخلها حتى هو نتاع برا، ونحطها في مكان يكون دافئ، ما تكونش بارد، ما تحطوهاش قدام طاقة، بما انه احنا رانا في يعني الوقت شوية راهو بارد. هذه الوصفة تصلح بزاف في الصيف، ولكن ايضا بهذه الطريقة تنجح لكم. حطوها في مكان يكون دافي وتخليوها ليلة كاملة حتى الصبح ان شاء الله. نكمل معكم الفيديو كيفاش راح ننكه الياورت تاعي باذن الله. دروك راني رجعت لكم في الصباح بعد ما مرت عليها ليله كامله والياورت تاعي في الكوكوطه. راح نفتح عليها، بسم الله. كما راكم تلاحظوا القوام تاعها، شوفوا كيفاش راهو خاثر، شوفوا كيفاش ولا. نخلطوا شوي، يعني راهو عقد لي، نشوفوا كيفاش ولا ياورت سائل. نخلطوا شويه بالفوي. بعد ما خلطته لهنا واش نحتاج، نحتاج الملون احمر
ونحتاج لاغون تاع الفراوله او ذوق الفراوله. لهنا نتوما كيما حبيتو، حبيتو تعطروه في البدايه في الياورت، يعني ما تستعملوش ياورت طبيعي، تستعملوا ياورت منكه للذوق اللي بغيتوه نتوما. واذا درتو ياورت طبيعي كيما انا في النهايه تنكهو، بغيتو بالفراز، بغيتو بالليمون، بغيتو بالموز، المهم الذوق واللون. وكاين دي زاروم اللي فيهم اللون والذوق مع بعض. انا هنا راح ننكه ونشوف بهذا الشكل، ما تكثروش الملون بزاف، نخلط مليح. لهنا بالنسبه للذوق، من الاحسن تخدموا الذوق تاع القرع هذاك، القرع الكبيره هذيك اللي كي تروحوا للمحلات هو اللي يعمر لكم قرع كيما هذا، هذاك هو اللي يعطيكم الذوق اللي تحبوه نتوما. ولكن ايضا هذا يوفي بالغرض، بصح الاخر احسن واحسن، لانه جربت انا المره اللي فاتت بالاخر يعجبني احسن من هذا. ولكن ايضا هذا يوفي بالرغبه تاعكم ويجيكم بزاف مليح، وجربوه ماكمش راح تندموا، روعه في الذوق. شوفوا ايضا الكثافه تاعو. ولهنا لازم نديرو في القرع ونحطوه في الثلاجة يبرد باش يزيد يحكم روحو اكثر واكثر. لهنا راهو مازال سخون كعاد كان في المطبخ. نجيبو قرارة كيما هذه كما راكم تشوفو، بسم الله، شوفو القوام تاعو، ياورت سائل. يديلكم حوالي هذه الكمية، ديلكم مترا ونص هكاك. انا راح دوك نحطو في الثلاجة يبرد، بعد ما يبرد ان شاء الله نعطيكم كيفاش ولا القوام تاعو. اذا بعد ما برد الياورت تاعنا حطيته في الثلاجة حوالي ساعتين، برد مليح، شوفوا القوام تاعو اهو ما شاء الله ياورت سائل. هذه هي الوصفة تاع نهار اليوم، نتمنى تكون نالت اعجابكم وتجربوها. اذا عجبتكم الفيديو تاع نهار اليوم عليكم الا تكثروا لي من لي جيم وتكومونتيو لي اسفل الفيديو. واذا عجبتكم قناتي ما عليكم الا ديروا اشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. انتهي من قليل نقول لكم شهيدكم بالصحة، نتلاقاو في عد اخر، سلام.